نسبة كبيرة من تفاعلنا مع محركات البحث هو محاولة للحصول على أجوبة لأسئلة زي أين ومتى ومن. الهدف نوصل لجواب واضح، مش صفحة كاملة ندور فيها على الجواب. إذا عرفنا أنه 60% من البحث في جوجل بتم من خلال أجهزة محمولة، و 20% من البحوث بتتم باستعمال الصوت من خلال تقنيات زي سيري، جوجل ناو، وأمازون أليكسا، بتزيد ضرورة توفير جواب محدد وسريع. حل محركات البحث لهذه المشكلة من جزئين. الأول، توفير البيانات اللازمة للإجابة على هذه الأسئلة فيما يسمى بقواعد المعرفة. الثاني، فهم الأسئلة لتحديد الأشخاص والأماكن المذكورة في السؤال وإجابتها باستخدام هذه البيانات. اليوم تركيزنا على قواعد المعرفة. الشركات الكبرى زي أبل ومايكروسوفت وأمازون وجوجل كلها عندها قواعد معرفة خاصة فيها عشان تمكنها من الإجابة على أسئلة المستخدمين. قواعد المعرفة عملت نقلة نوعية في عالم محركات البحث لأنها صارت توفر معلومات واضحة. أهم قاعدة معرفة متاحة للجميع حالياً هي ويكي بيانات أو ويكي ديتا. قاعدة المعرفة بتحتوي على بيانات عن عناصر زي أشخاص وأماكن وفعاليات وأفلام. خلونا نشوف سجل اللاعب المصري المعروف محمد صلاح في ويكي بيانات. كل عنصر له سجل فيه خواص وكل خاصية لها قيمة. سجله فيه معلومات زي أنه جنسيته مصري، مولود عام 1992، متزوج من ماجي صلاح، ولعب لهاي الفرق. الجميل في قواعد المعرفة أنها بتسهل على محركات البحث الإجابة عن الأسئلة بدون ما تفهم نصوص معقدة. لو بدنا نعرف مكان ولادة محمد صلاح بنشوف خاصية مكان الولادة اللي قيمتها نجريج. لو بدنا نجاوب على السؤال مين رئيس الفريق اللي بلعب فيه محمد صلاح، هم تتميز قواعد المعرفة. بنبدأ من سجل محمد صلاح، بنروح لخاصية عضو في الفريق الرياضي، بنشوف انه بلعب في ليفربول. لذلك بنروح لسجل فريق ليفربول ومنها لخاصية الرئيس، وبنشوف انه الرئيس توم فيرنر. هون بتتميز قواعد المعرفة لانها بتربط الاشياء ببعضها. قواعد المعرفة ممكن النظر إلها على إنها شبكات، والإجابة عن سؤال بتتطلب إيجاد المسار المناسب في الشبكة.